على بركة الله، نطل عليكم أوفياء برنامج أخبار المرموم في حلقة جديدة ومميزة، نحاول فيها استعراض أبرز الأحداث الرياضية التي ميزت ميدان المرموم من سباقات وأحصائيات ومقابلات واستنتاجات، بالإضافة إلى فقرات أخرى ستكتشفونها معنا في حلقة اليوم. والبداية بأهم وأبرز العناوين. انطلاقة قوية لمنافسات سن الكبار بالمرموم. هجن العاصفة وهجن الشحانية يرسمان أجمل صورة تنافسية بميدان المرموم. مزون ومنحاف تدشنان أولى أشواط سن الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ. شعبية ميدان المرموم تتزايد بإقبال مكثف للسياح الأجانب. وتشاهدون في حلقة اليوم لقطة الأسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة والأخوات، مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. احتضن ميدان المرموم ظهيرة يوم الجمعة الماضية افتتاح منافسات السباق التأهيلي الخامس لسن الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ، والذي خصص لسن الثنايا لمسافة 8 كيلومترات وعلى مدار 14 شوطا كاملا، في سباق عرف سيطرة واضحة لهجن الشحانية على أغلب أشواط هذه الفترة المسائية. في الشوط الرئيسي الأول المخصص للإبكار المحليات الأصايل، شهدنا منافسات رائعة ما بين هجن الشحانية وهجن العاصفة، لكن الأسبقية عادت للشعار العنابي، حيث قدمت مزون منذ إعطاء أول شارة لانطلاقة هذا الشوط للمركز الأول فارضة نسقا قويا أهلها للاستمرار في الصدارة، متبوعة بوجد لهجن العاصفة التي حاولت اللحاق بها، إلا أن قوة وصلابة مزون تحت قيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران مكنها من الوصول للمركز الأول والناموس، وكأفضل توقيت زمني في الفترة المسائية عن زمن وقدره 12 دقيقة و43 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا من البداية إلى النهاية، مزون تعلن الفوز بالمركز الأول لهجن الشحانية. الشوط الثاني على الهواء مباشرة عبر قناة دبي ريسينج مشاهدي الكرام، وللثنايا المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. والله ما شاء الله تبارك الله، ما تشوف الا شعار العاصفه، شعار لدعم، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد وانجاله يحفظهم الله. في الشوط الثاني المخصص للابكار المهجنات الاصايل، عرف تقدما طفيفا في الكيلومتر الاول لهجن الشحانيه، وسرعان ما تقدمت الغزيل لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد ال مكتوم لصداره بدايه هذا السباق، لتتقدم بدورها هجن العاصفة محتلة المركزين الثاني والثالث، إلا أن هجن الشحانية بقيادة ود وتضمير جابر بن سالم بن فاران أكملت انتصارات هجن الشحانية في الشوط الأول، عندما حافظ على نسق سرعته في اللحظات الأخيرة لتفرز ود ناموس هذا الشوط عن زمن وقدره 12 دقيقة و56 ثانية و7 أجزاء من الثانية. ايضا تاتينا اوتار تعزف على المركز الثاني والمركز الاول والثاني كل شحاني. يا سلام، تهانينا والناموس، تهانينا ود واوتار في المركزين الاول والثاني. من هجن العاصفة يتابع غياث الهلالي من يتسلل بدوره إلى ثالث مراكزنا، وفي المركز الرابع الحرس أبو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا مرهم سري بن سالم بن عرضي الحميري والقادم والم. وأكدت هجن الشحانية قوتها خلال هذه الفترة المسائية بتحقيقها الهاتريك، وهي تظفر بناموس الشوط الثالث المخصص للجعدان المحليات الأصايل.
مجريات هذا الشوط عرف إيقاعاً سريعاً بعد أن حاولت جميع الهجن المشاركة التقدم منذ البداية تجنباً المفاجآت التي تأتي من الخلف، وتسيد شاهين ومليح الصدارة في المركزين الأول والثاني على التوالي، إلا أن هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي اندفعت بقوة للمقدمة، يليه في المركز الثاني معروف لهجن الشحانية الذي لم يشأ الاندفاع للصدارة مبكرا، وانتظر إلى الدقيقة الأخيرة بعد تلقيه الأوامر من المضمر جابر بن سالم بن فاران حتى يخطو للمركز الأول وصولا للنهاية والناموس عن زمن وقدره 13 دقيقة و12 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لجابر بن سالم بفران المري على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس، بينما المركز الثاني هناك يقود الجعدان الثنايا ويتقدمهم بجداره، هذا هو اللي مسيطر مشرف من هجن الشحانية، يتقدم بالشعار العنابي بالشعار الأدعم سالم بن جابر بن فاران المري. تألقت هجن الشحانية طوال الشوط الرابع والسوبر هاتريك كان من نصيبها بعد أن قدمت الأخيرة عروضاً مذهلة ورائعة في هذا السباق المخصص للجعدان المهجنات الأصايل. سيطرة هجن الشحانية بدت جلية منذ البداية بعد الانطلاقة القوية لمشرف الذي قاد السباق من البداية إلى الدقيقة 9 والتي حاول فيها مدلل لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي من اللحاق به في المركز الأول، لكن المفاجأة جاءت من الخلف ومن المركز الثالث عن طريق فجاج لهجن الشحانية بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران الذي أبان عن قوة كبيرة وهو يتقدم في آخر رمق من هذا السباق محرزا المركز الأول في زمن وقدره 12 دقيقة 53 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا على الفوز، على فوز هجن الشحانية، التهاني الأولى لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني على فوز هجن الشحانية، مشكور يا جابر بن سالم بن فاران المري. 10 أشواط كاملة كانت هي حصيلة هجن الشحانية في هذا اليوم المميز الذي أبانت فيه صاحبة الشعار العنابي عن مستوى قوي ورائع، وبدأ التنافس الشديد ما بين الإمبراطوريات الثلاث. في المركز التاسع مع علي الحاج السوداني، وفي المركز العاشر دور رمحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد سعيد مكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة بالتضمير. فوق ميدان المواهب والنجوم هبت نسمات ريح عطرة على سفن الصحراء بالمرموم، معلنة انطلاقة منافسات سباق الحول والزمول لهجن أصحاب السمو والشيوخ ظهيرة يوم السبت الماضي الذي جرى على مدار 14 شوطا كاملة ولمسافة 8 كيلومترات. تقاسمت فيه هجن الشحانية والعاصفة أشواط هذه الفترة المسائية. احتدم التنافس المثير في أول الأشواط الرئيسية المخصصة للحول المحليات بين هجن العاصفة وهجن الشحانية على صدارة المركز الأول بقيادة كل من اختبار ووجنة توالياً إلى غاية حلول الدقيقة 7 والتي شهدت دخولاً واندفاعاً قوياً من هملولة ومصيحة في تنافس ثنائي مثير ومليء بالحماس والندية ليحدث ما لم يكن في الحسبان بعد تقدم منحاف للصدارة بعد أن كانت في المراكز الأخيرة لتتقدم بشكل ذكي للصدارة وتنافس بذلك هجن العاصفة على المركز الأول والذي كان من نصيبها في زمن وقدره 13 دقيقة وثانيتان وتسع أجزاء من الثانية. تعلن الوصول من خلال وجودها بالمركز الأول في الشوط الأول للظلل الأصايل المحليات سالم بن فاران المري بالتضمير.
هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام ونداءنا الأول. ونعود يا أبو سلطان إلى مقدمة الشوط والشحانية. أما الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات تجدد فيه التنافس مرة أخرى ما بين الشعارين الفخمين هجن العاصفة وهجن الشحانية، من مقدمة هذا السباق إلى خط النهاية ما بين الجايدة لهجن الشحانية، تليها في المركز الثاني والثالث دوما والظبي على التوالي. لنشهد على 4 دقائق مثيرة وممتعة وكانت ولا أروع في نهاية هذا السباق، أين اشتد التنافس فيه وتبادلت المراكز ما بين الحينة والأخرى بين الجايدة لهجن الشحانية وكذلك دوما لهجن العاصفة. وشهدنا على تنافس ثنائي رائع في آخر لحظات من هذا السباق الذي تراجعت فيه الكفة لصالح دوما لهجن العاصفة وقيادة غياث الهلالي الذي تمكن من حسم هذا السباق في 5 ثواني الأخيرة مسجلا أفضل توقيت زمني وقدره 12 دقيقة و54 ثانية و6 أجزاء من الثانية. غياث أنا لو أشوفه بعيني غياث بنخاف بقول له شيء. الجايدة إذن الجايدة وقادمة مشاهدينا الكرام دوما 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 شحانية ولا عاصفة شحانية ولا عاصفة شحانية عاصفة شحانية عاصفة 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 شحانية عاصفة شحانية عاصفة دوما 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 في الأمتار الأخيرة تخطف المركز الأول لهجن العاصفة تحت أقدام السلود لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد. المكتوم في انطلاقة قوية وانطلاقة مميزة، بينما في التضمير سعيد بن عبيد الحميري. الشوط الرئيسي الثالث من هذه الفترة المسائية المخصص للزمول المحليات الأصايل عرف صدارة ثلاثية لكل من بارود لهجن العاصفة متبوعا بمكيف وسلهود الذي تقدم عن البقية للمركز الأول متجاوزا بارود بحلول الدقيقة الثالثة محافظا على السرعة القوية التي فرضها على منافسيه الأقربين، لكن صدارة سلهود لم تكن طويلا بعد أن فاجأ مياس الجميع وتصدر هذه المجموعة بشكل مؤقت، لكن حنكة وخبرة البصير لسالم بن فاران المري باتت في هذا الشوط بعد أن راقب هذا السباق بشكل دقيق ليندفع في الدقيقة الأخيرة نحو المركز الأول وناموس الشوط بزمن وقدره 13 دقيقة و24 ثانية و7 أجزاء من الثانية. راحت مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط البصير لهجن الشحانية، والنقطة الثانية يسجلها مشاهدي الأعزاء في هذا المساء ثانينا والناموس لهجن الشحانية، وإلى المضمر سالم بن فاران المري المركز الثاني باروت لهجن العاصفة. في رابع أشواط مساء هذا اليوم في هذا الانطلاق الشيق والجميل الذي يحمل ميدان المرموم، انطلاقة قوية عرفها الشوط الرئيسي الرابع للزمول المهجنات الأصايل وبانفراد مغامر بصدارة هذا الشوط المميز من بدايته، لتتغير المراتب في الدقيقة 5 أين تمكن الحذر من التقدم للمركز الأول متبوعا بالباز في المركز الثالث الذي سرعان ما تدارك تأخره ليلتحق بصدارة هذا الشوط موسعا الفارقة والمنافسة طامحا في نيل ناموس هذا الشوط، لكن الأمر بدأ أكثر صعوبة بملاحقة منافسيه في صدارة هذا الشوط، حيث اندفع بقوة كل من منجس والطبيب لهجن العاصفة نحو المقدمة في الدقيقة الأخيرة من هذا السباق، والذي شهد ندية كبيرة آل فيه الناموس في هذا الشوط لصالح الطبيب لهجن العاصفة في زمن وقدره 13 دقيقة و44 ثانية و9 أجزاء من الثانية. ووصول الطبيب إلى خط النهاية الباز في المركز الثاني من هجن الشحانية قدم كذلك تنافس رائع وتحدي جميل. أشواط رائعة ومستوى رفيع قدمته هجن العاصفة وهجن الشحانية في سباقات هذه الفترة المسائية، والذي تمكنت فيه هجن العاصفة من حصد 7 أشواط
فيما ظفر شعار العنابي بخمسة أشواط. من 16 شوطا ستكون 6 منها خاصة بالإنتاج و10 من الأشواط هي للأشواط المفتوحة. على بركة الله انطلقنا في أول اندفاعاتنا هنا في هذا الصباح لمسافة 8 كيلومترات بأمل. تنفس صباح يوم الجمعة على وقع مجريات ختام منافسات السباق التأهيلي الخامس لسن الكبار، والذي جرت وقائعه بميدان المواهب والنجوم ميدان المرموم، وهو السباق الذي خصص لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كيلومترات وعلى مدار 16 شوطا كاملا. خصصت الأربع الأشواط الأخيرة للإنتاج بداية من الشوط 13. شهد الشوط الأول المفتوح للإبكار المحليات الأصايل منافسة خماسية في مقدمة هذا السباق، تزعمته كل من زعفرانة والشاهنية، وفي المركز الثالث مشرفة التي سرعان ما تقدمت للمركز الأول فارضة رتما قويا وسريعا مكنها من قيادة هذا الشوط إلى نهايته. فرغم منافسة هملولة لها في الكيلومترين الأخيرين من هذا الشوط، إلا أن مشرفة لعبد الله بن محمد بن يابر الحربي حافظت على قوتها المتجهة نحو شارة البداية ليصل بها المجهود الكبير الذي قدمته إلى المركز الأول والناموس عن زمن وقدره 12 دقيقة و50 ثانية و4% جزء من الثانية. عودة إلى القمة، عودة لمن امتلكت أيضا الشاشة، الشاشة هنا بوجودها على القمة والبداية الأولى بانفراد ما شاء الله. كما نتابع قادمون هالي المدام، ولكن مشرفة شرفت الأداء السلال الهملولية. سلام ند الشبه، سلام عبد الله بن محمد بن يابر الحربي، ما شاء الله وتبارك الله الاسم على مسمى والتشرف أيضا بالفوز بالشوط الأول الافتتاحي في سن الثنايا. تبارك الله، سلام ند الشبه سلام على هذا الأداء. المركز الثاني لنكتشف إن كان هناك تغييرات، إن كان هناك حركات. المقدمة من جديد، المركز الأول اعتبار هي سيدة الموقف منذ البداية وحتى هذه اللحظات اعتبار. أما في الشوط الثاني المفتوح المخصص لإبكار المهجنات الأصايل، والذي عرف تنافسا كبيرا من بدايته بين الثلاثي حذافة وملوح في المركزين الأول والثاني تواليا، وكانت اعتبار أيضا من تزعمت صدارة السباق لتأتي الراوية من بعيد متجاوزة أصحاب المقدمة وتحتل بذلك المركز الثاني. لكن الأمور تغيرت مع مرور الدقائق، فرغم تأخر مليحة لخليفة بن حمد بن خليفة بن عبد الله العطية في منطلق سباق هذا الشوط محتلة المركز السابع من انطلاقاتها المتوسطة، إلا أنها تجاوزت الجميع في الثلاث دقائق الأخيرة بعد أن توهج بريقها في الكيلومترين الأخيرين مخالفة كل التوقعات باحتلالها المركز الأول والناموس كأفضل توقيت زمني في هذه الفترة في الفترة الصباحية عن توقيت زمني وقدره 12 دقيقة و49 ثانية و14 جزءا من الثانية. مر وعبر، الله، سلام للدوحة، سلام للجريان، سلام، تهانينا على فوز مليحة خليفة بن حمد بن عبد الله، خليفة بن حمد بن خليفة بن عبد الله العطية. المركز الثاني مرور علي صالح بن حمد البراس المري. المميز الجميل لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة بعد أن أتممنا المراكز العشرة الأولى المنطلقة وشجرة المسيطرة على زمام الأمور، المسيطرة على الصدارة وعلى المركز الأول. أولى أشواط الإنتاج الإبكار المحليات عرف صراعا ثنائيا ما بين الشجرة والبريقة لتنضاف إليهم أوصال في المركز الثالث، لتشتد الإثارة منتصف هذا الشوط بعد أن انتزعت جبارة زمام مقدمة هذا السباق تاركة المركز الثاني للشجرة، ليتفاجأ الجميع بعودة رهيبة لظن محمد بن هلال بن عيضة المزروعي
التي عادت من بعيد من المركز العاشر منتصف هذا السباق إلى المركز الثالث في الكيلومتر الأخير، ومنه إلى المركز الأول وناموس شوط الإنتاج عن زمن وقدره 13 دقيقة وست ثوان وسبع أجزاء من الثانية. وصدارة هذا الشوط، تهانينا تهانينا والسلام لأهالي مدينة العين في تلك الحالتين، السلام لأهالي مدينة العين، السلام. ولكن هنا ظن 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 هي صاحبة الفوز والناموس. سلام سلام لأهالي مدينة العين لمحمد بالهال بن عظم مزروعي. مفنودة والعلامة الكاملة، هكذا كان عنوان الشوط الثاني للإنتاج للإبكار المهجنات الأصايل بعد أن سيطرت بالطول وبالعرض على أحداث هذا الشوط منذ بدايته، متسلحة بقوة كبيرة أهلتها للاندفاع بشكل سريع ورهيب رغم منافسة سودة لها في المركز الثاني، إلا أنها لم تستطع مقاومة قوة مفنودة لمالكها العث بالخزع بالعث العامري التي استحقت ناموس هذا الشوط محققة أفضل توقيت في شوط الإنتاج وذلك بزمن وقدره 12 دقيقة و57 ثانية. تبارك الله، هذه اللي أمامكم مشاهدين الأعزاء، مفنودة مفنودة طارت بناموس المهجنات الأصايد في أشواط الإنتاج، أشواط النخبة، أشواط الإنتاج، والثانية لعبد الواحد أو للخزع بالعثة بالخزع العامري، وكذلك عبد الواحد تانينا على هذه الأرضية المباركة بسم الله وعلى بركة الله. نحيي الجميع عبر شاشة دبي ريسينج على الهواء. تواصلت صبيحة يوم السبت الماضي منافسات ختام الأسبوع التأهيلي الخامس لسن الحول والزمول الذي جرى على مسافة 8 كيلومترات وعلى مدار 16 شوطا، خصصت الأربع الأشواط الأخيرة فيه للإنتاج. بداية أولى الأشواط الرئيسية المفتوحة للإبكار المحليات الأصايل عرفت تقدما ثلاثيا لكل من سلهودة متبوعة بممسودة لمالكها الضيف القطري العزيز علي بن حمد بن علي العطية، تليها في المركز الثالث وغى التي ضاعفت من قوتها بحلول الدقيقة السادسة لتتمكن من تصدر هذا السباق لفترة طويلة، لكن الدقيقة الأخيرة من هذا السباق الشيق عرف الكثير من المفاجآت، فبعد أن تكهن الجميع بفوز وغى في هذا الشوط بعد الأداء الرائع الذي قدمته، إلا أن اختبار كانت لها الكلمة في هذا السباق بعد أن تسللت من الخلف ومن المركز الرابع إلى المقدمة لتوسع الفارق بينها وبين أقرب منافسيها وتتمكن في الأخير من إهداء صاحبها حمدان بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي وأهل زعبيل ناموس الشوط الأول عن زمن وقدره 12 دقيقة و55 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. والمرتبة الشرف ممتازة جدا يا اختبار، اختبار زعبيل، سلام سلام زعبيل، دبي 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 دبي، زعبيل زعبيل زعبيل، تهانينا للسيد حمدان بن محمد بن مصلح بن حمد بن مصلح الأحبابي المركز الثاني في مقدمة الشوط، ومع الذلل المهجنات الأصايل اللي شوط يعني يتوافد له الجميع، وأخوان هالقطر يشاركون يجربون تجارب موفقة دائما للمشاركات الخارجية، يهوون عندنا هني ونشوف يعني زينة تهوية للذلول. الشوط الثاني المفتوح المخصص لإبكار المهجنات الأصايل عرف تسيدا وسيطرة قطرية واضحة منذ أول إشارة لانطلاقة هذا السباق عن طريق حيلة المركز الأول، تليها الجذابة لمالكها مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين المعروف بصياد الرموز، والمراكز الأولى خاصة منها أشواط الأصايل المهجنات، والذي عرف كيف ينهي هذا السباق في المركز الأول بعد متابعته للسباق من المركز الثاني ليلقي الأوامر على الجذابة لتنطلق بدورها كالسهم بحلول الدقيقة 12 متجاوزة حيلة وموسعة الفارق عليها لتظفر بناموس الشوط الثاني وكأفضل توقيت زمني في الفترة الصباحية عن توقيت بلغ 12 دقيقة و54 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية.
للذلل المهجنات الأصايل من خلال فوز اليذاب. اليذاب اليذاب اليذاب، الله، تهانينا تهانينا وناموس. بينما المركز الثاني والرمق الأخير في المتابعة، نشاهد الآن السبع المراكز الأولى من المحليات الأصايل اللي تتميز بألوانها، تتميز بأشكالها، تتميز بشعاراتها. كل واحد له لون، كل واحد له وزن، كل واحد له شكل من الأشكال. من نشوف الجمال، الجمال المميز اللي يسير مع المحليات الأصايل، دائما لها ذوق. صراع مقدمة أولى أشواط الإنتاج لأبكار المحليات الأصايل كان على أشده، وهو يشهد منافسة حامية الوطيس، فبعد أن تسيدت سمحة مقدمة هذا السباق من بدايته متبوعة بنويعس، تغيرت المراكز رويدا بعد أن تقدمت الوثبة بشكل تدريجي للصدارة، معلنة أحقيتها في المنافسة على أولى أشواط الإنتاج. لكن من صغان لمالكها حمدان بن محمد بن مصلح الحبابي المرشحة الأقوى في هذا السباق، لم تخيب ظن محبيها وعشاقها، وتقدمت للمقدمة وللمركز الأول لتتلقى الأوامر في الدقيقة الأخيرة لتبعد عن منافسيها في آخر لحظات من هذا السباق، لتنال في الأخير ناموس الشوط المميز عن زمن وقدره 13 دقيقة و14 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. الطويلة الطويلة، وبن صغان مسيطرة، حمدان بن محمد بن حمد بن مصلح الحبابي، سلود تحاول اللحظة الأخيرة، سلود 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 بن صغان، سلود بن صغان، بن صغان تفوز بهذا الشوط الثاني لو الناموس. حمدان بن محمد بن مصلح الحبابي المركز الثاني. نية الظبي في الفوز بناموس الشوط الثاني للإنتاج لإبكار المهجنات الأصايل كان باديا، بعد أن قادت هذا الشوط الباهر إلى غاية الدقيقة السابعة، والذي تراجع مستواها وتأخرت للمركز الرابع، تاركة المركز الأول للاتحادية متبوعة ببشارة. لكن إصرار الظبي المملوك العبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري في إهدائه للسيلية القطرية ناموس هذا الشوط الهائل كان باديا، بعد أن عادت من جديد للصدارة لتحسم المركز الأول لصالحها، وذلك بزمن وقدره 13 دقيقة 11 ثانية وجزء وحيد من الثانية. على هذا الأداء المميز الجميل، سلام لأهالي السيرية على هذا الفوز المميز الجميل، تهانينا العبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري. ننتقل لفقرة أفضل التوقيت الزمنية والبداية مع هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا وكذلك في سن الحولي والزمول. أما هجن أبناء القبائل فكان التحدي كبير ما بين الجميع عبر أشواط الفترة الصباحية، والتي شهدت تنافسا كبيرا ما بين الجميع خاصة في سن الثنايا وكذلك في سن الحول والزمول. نظرة سريعة على أفضل التواقيت الزمنية لهذه الجولة. فضلت العديد من العائلات المقيمة والوافدة في إمارة دبي الذهاب لميدان المرموم لمتابعة هذه الرياضة التي استهوت الكثير من مكتشفيها لأول مرة، كما عبر العديد من السياح الأجانب عن مدى إعجابهم بميدان المرموم وما يتوفر عليه من إمكانيات ضخمة رشحته أن يكون من بين أفضل ميادين السباق في العالم. Yeah, it's the first time I've been to the camel racing. I think it's very exciting. It's a great experience. Very interesting to see sort of the local how the local population spend their weekend. I'd definitely come back. No, I've been to the horse racing, but this is my first time at the camel racing. I think the camel racing seems a lot more genuine. It seems a lot more sort of authentic as an experience of being in the Middle East. That's the main difference, I would say. Oh, it's very interesting just looking around, and
it looks like everything's quite organized and you can pick where you watch the race, so it's really exciting, yeah. Yes, me and my husband, we live in Abu Dhabi and we wanted to see a camel race, and it's very nice, there's one in the afternoon so we could drive on over. It's very easy to find as well, driving here. Yeah, so we've seen now two races and it's very interesting. You know, I've seen some horse racing before, but I didn't even know what to expect. And so what's interesting is that, you know, cars can follow the race as well, which is, you know, a very different experience. And there's a lot of races, so it's been very nice, you know, and you can go up to the camels as well. So it's a... you get to experience a lot of different aspects of the race in a short time. Yeah, so with horse racing, it's a lot faster, you know. So I think with horse races, it's just usually one race and it's, you know, it's extremely fast. So here you can kind of see a bit more of the prep work. You can actually get a lot closer and you can see the animals. With a horse race, you're usually just further back. So it's, yeah, I think you get more of an experience, you know, to see the camel racing. وصلنا للقطة هذا الأسبوع والتي اختارها لكم المركز الإعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن. هكذا كانت أبرز الأحداث الرياضية بميدان المرموم، إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم مع أخبار جديدة ومنافسات أخرى. أستودعكم الله وإلى اللقاء.